السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل امتحانات المحافظات اللي موجودة في آخر كتاب بيت باي بيت ترم أول 2024. هنحل 5 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية والشرقية، صفحات من 248 إلى 257. Let's get started. هنبدأ من page 248 صفحة 248 محافظة القاهرة. أول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع. Listen and write true or false. استمع واكتب صح أم خطأ. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. Some animals بعض الحيوانات are scary مخيفين. But they are important لكن مهمين. Spiders العناكب are very helpful مفيدين جدا for farmers للفلاحين. Snakes الثعابين and crocodiles والتماسيح are dangerous يعني خطرين but they eat insects لكن بيأكلوا حشرات. The pelican البجعة eats small fish بتأكل سمك صغير. طب أول سؤال بيقولك spiders العناكب are helpful مفيدين for farmers للفلاحين. كلام ده true صحيح عشان بيأكلوا الحشرات اللي موجودة في الايه في الزرع أو في الحقل. Snakes الثعابين are dangerous خطرين. أيوة طبعاً ثعبان خطير. Crocodiles التماسيح eat insects بتاكل حشرات. true. طب pelicans البجع don't eat fish لا يأكل السمك. لا false خطأ هو بيأكل ال small fish السمك الصغير. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. I like space very much أنا بحب إيه جداً. We make sugar إحنا بنعمل سكر out of it أو بنستخرج منه السكر. أنا بحب إيه اللي بنستخرج منه السكر. الأنيونز البصل ولا الرايس الأرز ولا الواتر ميلونز البطيخ ولا الشوجر كين. طبعاً أنا بحب إيه الشوجر كين بحب قصب السكر عشان بنستخرج منه السكر. helps children بيساعد الأطفال find books في إيجاد الكتب in the library في المكتبة. مين هو fisherman الصياد السمك dentist طبيب الأسنان librarian أمين المكتبة ولا plumber السباك. طبعا اللي بيساعد الأطفال في المكتبة هو librarian أمين المكتبة. apples are on the tree I can't get them عايزة أقول إيه التفاح ده على الشجرة أنا إيه لا أستطيع أن أنا أحصل عليه مش عارفة أجيب التفاح اللي على الشجرة. طب التفاح جمع أبلز جمع عايزين بقى اسم إشارة للجمع البعيد. طيب عشان التفاح على الشجرة بعيد عني ذات يعني ذلك للمفرد البعيد والتفاح جمع ما ينفعش. ذيس يعني هذا للمفرد القريب بردك التفاح جمع مش هينفع. زوس هؤلاء للجمع البعيد وزان يعني بقى بتيجي في المقارنات بقى يعني مثلا اقول ايه تولر زان كده مش هتنفع. طب ايه بقى اللي هينفع بمعنى هؤلاء او اولئك للجمع البعيد يعني يبقى هنقول ايه زوس. زوس ابلز يعني التفاحات دي بعيده على الشجره مش عارفه اجيبها. ان الفنت از ايه زان ا بيرد اتس اباوت 2000 كيلوجرام يعني عايزين نقول الفيل اكبر من الطائر وزنه حوالي 2000 كيلوجرام. طيب خلي بالكوا بقى معايا هنا في مقارنه في صفه قصيره اللي هي بيج كبير. لما اجي اقارن بين اتنين في صفه قصيره بحط في اخرها اي ار وبعدها زان تمام. يبقى هنقول هنا an elephant is bigger than a bird وضعنا في نهايه الصفه اي ار وزان مكتوبه في الجمله بمعنى اكبر من. read and complete اقرا واكمل the text النص with the words من الكلمات in the box في الايه في الاطار او في الصندوق. عندنا في فقره فيها فراغات عليا ان انا اكملها من الكلمات اللي في اعلى السؤال. طب هنا living room يعني غرفة معيشة. fantastic مدهش. building مبنى. relax يسترخي. وهنا بيقول لك we moved احنا انتقلنا to a new apartment لشقة جديدة احنا عزلنا في شقة جديدة. it's a الشقة دي مالها؟ عايزين صفة بقى كويسة فيها بقى عشان هو هيوصف حاجات كويسة عنها. الشقة دي fantastic مدهشة يبقى دي أول واحدة. My favorite room غرفتي المفضلة is the bedroom هي غرفة النوم. I can and do my homework quietly أستطيع أن أنا relax أسترخي وأقوم بعمل واجبي بهدوء هنا relax. My mom's favorite room يعني غرفة أمي المفضلة
إز إيه وإز ذا بالكوني، بتفضل إيه اللي فيها البلكونة، بتفضل غرفة المعيشة الليفينج روم. وإز ذا بالكوني اللي هي يعني فيها البلكونة. الصفحة اللي قدامها 249 صفحة 249 ريد أند ماتش، اقرأ وصل. I live in a city، أنا بعيش في مدينة كولد هورجادا يعني تسمى الغردقة. نمبر 1 هنوصلها ب. نمبر 2 the museum، المتحف is next to the supermarket، المتحف بجوار السوبر ماركت. نمبر 2 هنوصلها ب. Is a mango tree، هل شجرة المانجو renewable متجددة or non renewable ولا غير متجددة. نمبر 3 هنوصلها ب. نمبر 4 farmers، الفلاحين can grow، يستطيعوا ان هم يزرعوا tomatoes طماطم and potatoes وبطاطس. نمبر 4 هنوصلها ب A. read the text، اقرا النص. and answer the questions، واجب عن الاسئله. my friend عبير، صديقتي عبير works at a supermarket، بتعمل في سوبر ماركت. near my house، بالقرب من منزلي. my family، اسرتي and I، وانا see her، بنشوفها every week، كل اسبوع. زين بعد ذلك we buy food، بنشتري الطعام. عبير checks the food is fresh، عبير بتتأكد ان الطعام طازج. she helps us، بتساعدنا. when we can't find something، لما مش نقدر نلاقي شيء. she is very kind، هي عطوفة and happy، وسعيدة. طب اول سؤال، عبير works at عبير بتشتغل فين؟ في school، مدرسة، supermarket ولا hospital، مستشفى ولا bank؟ طبعا عبير بتشتغل في ايه زي ما قالوا، في supermarket. We see Abir every، احنا بنشوف عبير every ايه؟ قال لك every week، كل اسبوع. هنا week اسبوع، month شهر، day يوم، year سنة. What does Abir check؟ عبير بتفحص ايه؟ او بتتأكد من ايه؟ عبير بتتأكد، تعالوا نجيبها من الفقرة. Abir checks the food is fresh، يعني بتتأكد ان الطعام طازج. دي اجابة number 3، طبعا نكتبها في الفراغ تحت السؤال، نكتبها هنا. طب when does Abir help us؟ عبير بتساعدنا امتى؟ عبير بتساعدنا لما نكون مش لاقيين شيء. يبقى she helps us، بتساعدنا. when we can't find something، لما لا نستطيع ان نجد شيء. يبقى دي اجابة number 4 من اول هنا لغاية هنا، هنكتبها في السؤال بتاعنا في الفراغ. number 6 reorder the words، يعني اكمل الكلمات to make correct sentences، عشان تكون جمل صحيحة. farmers، الفلاحين do what grow، يعني ماذا يزرع الفلاحين؟ بنقول what do farmers grow، ماذا يزرع الفلاحين. طيب being a I plumber love، انا حابب كوني سباك، يبقى هقول I love being a plumber. fast travel how electricity can، يعني كم السرعة اللي بتسافر بها الكهرباء أو بتسير بها الكهرباء. how fast can electricity، كهرباء، travel، how fast can electricity travel. punctuate the following، ده علامة الترقيم للآتي. where do you live، أين تسكن أو تعيش؟ طبعا where أول حرف كابيتال، وعندنا هنا question mark علامة استفهام عشان ده سؤال. طبعا في الامتحان بكتب الجملة كاملة وبحط شرطة تحت اللي أنا غيرته. okay write a paragraph، اكتب فقرة إنشائية of 24 words، من 24 كلمة، using the following guiding elements، باستخدام الكلمات الآتية. هي الفقرة عايزين نكتبها عن، أو الباراجراف عايزين نكتبه على the phoenix fox، ثعلب الايه؟ الصحراء. وهنا بيقول لك فر، فراء الفرو بتاعه، وديزرت صحراء. لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافه في البدايه وببدا بحرف كابيتال، وما بين كل جمله وجمله بحط فول ستوب، والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. هنكتب عن ثعلب الصحراء. the phoenix fox، ثعلب الصحراء، lives in the desert، بيعيش في الصحراء. it eats insects، بياكل حشرات، lizards سحالي، and small mice، وفئران صغيره. it loses heat، بيفقد الحرارة، from its ears، من أذنه. at night، في الليل، it's cold، بيبقى الجو برد. the phoenix fox's thick fur، يعني الفرو بتاعه السميك، keeps it warm، بيحافظ عليه دافئا.
بعد كده عندنا محافظة الجيزة بيج 250 صفحة 250. أول سؤال listen and write true or false، استمع واختار صح أم خطأ. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. Our tomato plant are growing in the balcony. نبات الطماطم بتاعنا بينمو في البلكونة. Tomatoes الطماطم are green، لونها أخضر. Before they are red، قبل ما يبقوا بيبقى لونها أحمر. We plant a seed، بنزرع بذرة. And the plant grows، والنبات بينمو. We water، احنا بنروي the plant، النبات every day كل يوم. And the roots والجذور grow under the soil، والجذور بتنمو تحت التربة. Tomatoes الطماطم have seeds، يعني فيها بذور inside بداخلها. طب اول سؤال we grow sugar cane، احنا بنزرع قصب السكر in the balcony في البلكونة. لا false، طبعا هما بيزرعوا ايه؟ بيزرعوا tomatoes. We water the plants، احنا بنروي النباتات every Friday كل يوم جمعة. لا false طبعا، every day كل يوم. The roots الجذور grow under the soil، بتنمو تحت الطمي، طبعا برضك true صح. Tomatoes have seeds inside، الطماطم جواها بذور، بداخلها بذور، الكلام دوت true صحيح. طبعا الشمس لسه بتشرق، بتقول لكم good morning، صباح الخير، يوم سعيد عليكم جميعا يا رب. شو the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I think أعتقد cats إن القطط are than dogs، إن القطط ألطف من الكلاب. طبعا إحنا هنقارن ما بينهم في صفة قصيرة من مقطع واحد اللي هي nice لطيف يعني. طب أنا عايز أقول واحد ألطف من واحد، يبقى حط في نهاية الصفة ER وبعدها than، تمام؟ في حالة المقارنة في صفة قصيرة نضع في آخر صفة ER وبعدها than، يبقى نقول إيه؟ القطط are nicer than dogs، ألطف من الكلاب. My uncle عمي lives in a إيه؟ بيعيش فين؟ He can see water everywhere، بيشوف المية في كل مكان. يبقى عمي ده ساكن فين؟ في كيف كهف تنت خيمة، هاوس بوت قارب للسكن، ولا ديزرت صحراء؟ طبعا يبقى عايش في هاوس بوت قارب للسكن. I eat fruit، أنا باكل فاكهة exercise، عايز أقول وبتدرب، تمام كده؟ يبقى هقول إيه هنا عندي and، but لكن so يعني لذلك و to يعني أيضا. يبقى I eat fruit، أنا باكل فاكهة and exercise وبتدرب، مفيش تناقض بين الإيه الكلام هنا، فهناخد and way. Is the book like it's next to the chair، يعني بجوار الكرسي. next to the chair يبقى هو بيسأل على مكان حاجة، يبقى أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ يبقى where is the book، فين الكتاب؟ ده بإيه؟ بجوار الكرسي. هنا what ما أو ماذا، who من للعاقل، when متى. أنا هختار where يعني أين. read and complete اقرأ وأكمل، هنكمل الفقرة باستخدام sleep يعني ينام، وزود بدون، flat شقة، وcarry يعني يحمل. my favorite animal حيواني المفضل is the camel، هو الجمل. camels الجمال can live، تستطيع انها تعيش a water for a long time، بدون مياه تقدر تعيش الجمال لمدة طويلة. بدون يعني without، يبقى دي اول كلمة هكتبها. they have a feet to help them walk، عندهم ارجل ايه او اقدام ايه، عندهم اقدام مسطحة بتساعدهم على المشي، اسمها ايه الاقدام المسطحة؟ اسمها flat feet، number two flat، بتساعدهم على ان هما walk، يمشوا on the sand في الرمل. they can people and things across the desert، بيستطيعوا ان هما يحملوا الناس والاشياء عبر الصحراء. يحمل يعني carry، they can carry people and things across the desert. read and match اقرأ وصل. we go to the hospital، بنذهب المستشفى. when we are sick، لما نكون مرضى. number one هنوصلها بإي. number two the pelican، البجعة eats، بتاكل البجعة small fish، السمك الصغير. number two بإي. a mechanic، الميكانيكي fixes، بيصلح cars، السيارات and the buses والأوتوبيسات. number three بإي. my house، منزلي is a، ماله منزلي behind the bank، خلف البنك. number four هنوصلها بدي. الصفحة اللي قدامها 251 251. read the text، اقرأ النص and answer the questions، واجب عن الأسئلة. ندى moved to a new apartment، ندى انتقلت إلى شقة جديدة with her family مع أسرتها. the new apartment is big، الشقة الجديدة كبيرة.
It is near Nada's school, بالقرب من مدرسة ندى. It has two bedrooms, فيها غرفة النوم, a living room, غرفة معيشة, a kitchen, مطبخ, and a bathroom, وحمام. Nada's favorite room, غرفة ندى المفضلة, is the living room, هي غرفة المعيشة. She can play games, بتستطيع انها تلعب العاب, and watch TV, وتشاهد التلفزيون, in it, فيها. There is a big balcony, في بلكونة كبيرة, too, ايضا. ندى can see, ندى تستطيع انها ترى, the street, الشارع, from the balcony, من البلكونة. طب اول سؤال بيقولك, the new apartment, الشقة الجديدة, has a bedrooms, فيها كم غرفة نوم؟ هو قالك فيها ايه, زي اهو two bedrooms, يبقى اتنين. طيب هنا ندى can see the street, ندى تستطيع ان ترى الشارع, from the ايه, من ايه, من البيدروم, غرفة النوم, البالكوني, البلكونة, الكيتشن, المطبخ, الباثروم, الحمام, لا بتشوف الشارع من البالكوني, من البلكونة. What is Nada's favorite room, ايه غرفة ندى المفضلة؟ طبعا هو قال لك اهو في السطر الثالث, Nada's favorite room is the living room, غرفتها المفضلة هي غرفة المعيشة, ودي اجابة السؤال نمبر 3 هنكتبها هنا. طب where is the new apartment, هي الشقة الجديدة فين؟ قال لك بالقرب من ايه, من مدرسة ندى, يبقى هنقول هنا it is near Nada's school, يبقى دي إجابة نمبر 4, بالقرب من مدرسة ندى, وطبعا بنكتب الإجابة في الفراغ. Reorder the words to make correct sentences, أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. Do you where work, أين تعمل؟ يبقى نقول where do you work. Are bigger elephants dogs than, يعني عايزين نقول الفيلة أكبر من الكلاب, يبقى نقول elephants or الفيلة بتكون bigger, أكبر من, bigger than dogs, أكبر من الايه, من الكلاب. طيب بعد كده بيقول لك rice we in Egypt grow, احنا بنزرع رز في مصر. طبعا دي إجابة أول واحد, اوكي, ودي التانية. طب التالتة هنكتبها هنا, احنا بنزرع أرز في مصر, يبقى نقول we grow rice in Egypt, نحن نزرع الأرز في مصر. علامات الترقيم, ماجي works at the supermarket, ماجي بتعمل في السوبر ماركت. طبعا عندنا هنا ماجي أول حرف كابيتال, وفي الآخر هحط فول ستوب نقطة عشان دي جملة خبرية. Write an email, اكتب ايميل, رسالة بريد الكتروني of 24 words, من 24 كلمة, using the following guiding elements, باستخدام الكلمات الآتية. طب horses, الخيول, الحصنة يعني, وهنا eyes, عيون, وgrass يعني حشائش. بيقول لك اكتب الايميل to your friend مصطفى, اكتب لصديقك مصطفى, your email address, وعنوان بريدك الالكتروني is hazim@yahoo.com, انت اسمك طبعا حازم اهو, اوكي, ودي عنوان بريدك الالكتروني, and your friend's email address, وعنوان صديقك الالكتروني is mustafa@gmail.com. اول حاجه عندنا في الايميل تو, الى, لمين الايميل ده؟ بكتب البريد الالكتروني بتاع صديقي هنا في اول خانه, يبقى mustafa@gmail.com. بعد كده from, من مين؟ اكتب البريد الالكتروني بتاعي, هو قالك your email address, عنوان بريدك الالكتروني is كذا, فتكتبه في تاني خانه هنا, hazim@yahoo.com. طب سبجكت الموضوع ايه؟ طبعا عن الهورسز, الخيول. طيب ببدا الايميل بدير عزيزي واسم اللي انا باعت له, انا باعت لمصطفى, يبقى دير مصطفى, واحط كوما فاصل على السطر. ابدا بمقدمه, هاو ار يو, كيف حالك, وبعدين ادخل في الموضوع. I want to tell you, اريد ان اخبرك, about horses, عن الخيول. They are nice animals, هي حيوانات لطيفه. They have large beautiful eyes, الحصنة أو الخيول عندها عيون واسعة وجميلة. زي eat grass, بيأكلوا حشائش, and drink fresh water, ويشربوا مياه طازجة أو مياه عذبة يعني. طيب I love horses, أنا بحب الخيول. في بقى خاتمة, see you soon, أراك قريبا, وبامد yours, المخلص ليك, واسمي إيه؟ أنا اسمي هازم في الإيميل. نروح لمحافظة القليوبية, بيج 252 صفحة 252. Listen and write true or false, استمع واكتب صح أم خطأ. I like healthy food, أنا بحب الطعام الصحي. I always, أنا دايما get up early, بستيقظ مبكرا. I always eat vegetables, أنا دايما باكل خضروات, and fruit, وفاكهة.
منى كوكس هيلثي ميلز، منى بتطبخ وجبات صحية، وي ايت بانانز، بناكل موز اند جريبس وعنب فور ديزيرت على التحلية، يعني بنحلي بيهم بعد الطعام. طب اي لايك ان هيلثي فود، انا بحب الطعام الان هيلثي الغير صحي. لا فولس، خطأ، لان هو قال انا بحب الهيلثي فود، الطعام الصحي، مش الايه، مش الان هيلثي. طيب اي اولويز، انا دايما جيت اب ايرلي، بستيقظ مبكرا، ترو، صحيح. داد كوكس هيلثي فود، بابا بيطبخ طعام صحي. لا فولس، خطا، دي مام هي اللي بتطبخ طعام صحي. طب وي ايت بانانس، بناكل موز اند جريبس وعنب فور ديزرت على التحليه، اه الكلام دوت ترو زي ما هو قال، صحيح. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The roots، الجذور، grow، بتنمو، the soil، we can't see them well، بتنمو الجذور فين؟ تحت الطمي أو التربة، مش بنقدر نشوفهم كويس. طب تحت يعني إيه؟ يعني opposite، عكس، in front of، أمام، above، فوق، under يعني تحت، تحت الطمي، under the soil. This A is near my house، إيه ده اللي جنب بيتي؟ It sells good food، بيبيع طعام جيد. اللي بيبيع طعام جيد، البوست اوفيس، مكتب البريد، الليفنج روم، غرفه المعيشه، السوبر ماركت، السوبر ماركت ولا السكول، المدرسه، طبعا اللي بيبيع طعام الايه، السوبر ماركت. ذا فينيك فوكس، ثعلب الصحراء، ايه، سيك فير، يعني لديه فرو، ايه، فرو سميك. طب ذا فينيك فوكس ده ايت، وقلنا مع هي وشو ايت، عايز اقول يملك، اقول ايه، هاز. هاف دي بتيجي مع باقي الضمائر، بمعنى اقول اي هاف ا كار، انا عندي سياره، we have مثلا a villa، عندنا فيلا كده يعني، لكن مع هي وشو ايت بحط ايه، بعد هي وشو ايت احط هاز، بمعنى يملك. ثعلب الفانك يملك فراء سميك. I don't eat fish، انا مش باكل سمك. I like meat، انا بحب اللحمه. طب هنا في تناقض ما بين جملتين، هنا في نفي وهنا في اثبات. في حاله التناقض المربط بين جملتين متناقضتين بربط ببط، تمام، دايما بحط فاصله كده اعرف ان في بط جايه بعدها. I don't eat fish، انا مش باكل سمك، but I like meat، لكن بحب اللحمه. في تناقض ما بين الجملتين. Read and complete، اقرا واكمل. هنكمل النص باستخدام horns، يعني القرون، القرون بتاعت الحيوان. Small، صغير. Beaks، مناقير، جمع منقار يعني. وbirds، طيور. دي beaks يعني ايه، جمع منقار يعني. طيب هنا بيقول لك بيليكانز، البجع، ار اميزنج انيمالز، حيوانات مدهشه. زي ار ايه، هم ايه، هم يعتبر نوع من انواع الطيور، هم بيردز، البجع ده نوع من انواع الطيور. زي ايت ايه، فيش، بياكلوا السمك الايه، السمول، الصغير، بياكلوا السمك الصغير. زي هاف ايه، تو كاتش فيش، from the river، هم عندهم ايه، بيصطادوا بالسمك من النهر، عندهم بيكس، مناقير، جمع منقار. I can feed them، استطيع ان انا اطعمهم، as a zoo، في حديقه الحيوان. Read and match، اقرا وصل. Who works، من الذي يعمل، on the sea، في البحر. Number 1 هنوصلها بدي. Number 2 all jobs، كل الوظائف، are ايه، كل وظائف مالها، very important، مهمه جدا. Number 2 بايه. Number 3 هرجاده is in، الغردقه فين، the east of Egypt، يعني في شرق مصر. نمبر 3 هنوصلها بA. Some people، بعض الناس، live، بيعيشوا، in a tent، في خيمة، in the desert، في الصحراء. نمبر 4 هنوصلها بB. 253 253 read the text and answer the questions، اقرأ النص أو القطعة وأجب على الأسئلة. ريم غزالز، غزلان الريم، looks very beautiful، شكلهم جميل جدا. They live in the Sahara desert، بيعيشوا في الصحراء الكبرى. They walk، بيمشوا around ويتجولوا، looking for grass، عشان يبحثوا عن العشب. Leaves، أوراق الشجر، and plants، والنباتات، to eat، عشان ياكلوا، يبقى الطعام بتاعهم حشائش وأوراق شجر ونباتات. ده مين؟ دي غزلان الريم. They have big ears، عندهم ودن كبيرة، and long horns، وقرون طويلة. They have yellow white coats، عندهم الفرق بتاعهم لونه أصفر في أبيض. زي دي عايدة على الريم جزالز، غزلان الريم، الفرو بتاعهم دوت أو الجلد بتاعهم دوت، which protect them، بيحميهم from the sun، من الشمس.
زي don't need to drink a lot of water like camels، مش بيحتاجوا يشربوا مية كتير زي جمال. طب أول سؤال بيقولك ريم غزالز، غزلان الريم eat، بتاكل ايه؟ meat، لحمة، leaves، أوراق شجر، small animals، حيوانات صغيرة، insects، حشرات. طبعا زي ما هو قال حاجات اللي بتاكلها غزلان الريم منها leaves، أوراق الشجر. زي underlined pronoun، الضمير اللي تحته خط زي refers to، قلنا زي بتعود على ايه؟ على غزلان الريم، على ريم غزالز. هنا camels جمال، horns قرون، و ears أذن. What color are ريم غزالز؟ ايه لون غزلان الريم؟ تعالوا نشوف كده في الفقرة. هنا بيقول لنا they have yellow white coats، عندهم الفرو بتاعهم او الجلد بتاعهم لونه اصفر في ابيض. طب يبقى هنا دي نمبر ايه؟ نمبر 3. نمبر 4 بيقولك where do ريم غزالز live؟ بيعيش فين في غزلان الريم؟ بتعيش في الصحراء الكبرى، they live in the Sahara desert. يبقى دي نمبر ايه؟ نمبر 4. هنكتبها طبعا في الفراغ هنا. اوكي، reorder the words to make correct sentences، اعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحه. swam، saved، child، dad، and they، يعني الاب سبحه وانقذ الطفل. بنقول dad swam، الماضي بتاع swim يسبح، دي سبحه، and saved وانقذ that child، الطفل. طب close at we mall by the shopping، احنا بنشتري الملابس من الشوبينج مول، من مركز التسوق. بنقول we buy close at the shopping mall. more camels horses beautiful or zen، يعني هل الخيول اجمل من الجمال؟ طيب or horses more beautiful than camels، هل الخيول اجمل من الجمال؟ علامات الترقيم، what's your favorite room، ايه غرفتك المفضله؟ what اول حرف كابيتال، وهنا في ابوستروفي في فاصله عليا، يبقى احنا غيرنا اول حرف وحطينا ايه؟ ابوستروفي في what's. write a paragraph، اكتب فقره انشائيه عن life on a farm، الحياه في المزرعه، الحياه في مزرعه. طب هنا plants نباتات، وanimals حيوانات. I live on a farm، انا بعيش في مزرعه. It is near Giza، إنها بالقرب من الجيزة. We grow lots of plants، بنزرع الكثير من النباتات. We grow tomatoes، بنزرع طماطم and onions وبصل. We raise animals، بنربي حيوانات like cows، مثل الأبقار and goats، والماعز. بعد كده عندنا محافظة الدقهلية، page 254، صفحة 254. Listen and write true or false، استمع واكتب صح أم خطأ. نسمع نص الاستماع. There are many jobs، في كثير من الوظائف، in our country، في بلدنا. The bus driver، سائق الأوتوبيس، needs the mechanic، محتاج الميكانيكي to fix the bus، عشان يصلح الأوتوبيس. We all need our streets clean، كلنا محتاجين إن شوارعنا تبقى نظيفة. The garbage collector، يعني جامع القمامة اللي هو عامل النظافة، keeps our street، بيحافظ على شارعنا clean، نظيف. A mail carrier، ساعة البريد، delivers your letters، بيوصل لك ايه؟ خطاباتك. طب اول حاجه هنا بيقول لك the bus driver، سائق الاوتوبيس، needs the mechanic، محتاج الميكانيكي. الكلام ده true، صحيح. the mechanic fixes the bus، يعني الميكانيكي بيصلح الاوتوبيس، true، صح. a mail carrier، ساعة البريد، bakes bread، بيخبز خبز، بيعمل العيش ساعة البريد، لا ده delivers your letters، بيوصل خطاباتك، يبقى الكلام ده false، خطا. The garbage collector، عامل النظافة أو جامع قمامة، keeps our streets dirty، بيحافظ على شوارعنا متسخة، لا clean، نظيفة، يبقى الكلام ده برضو false. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The bear، الدب، lifts، بيرفع its ear to eat the fish، يعني الدب بيرفع ايه عشان ياكل السمكة؟ بيرفع كفه، كف الحيوان يعني paw.
هنا بيك اللي هو المنقار تيس أسنان فر الفرو. لا هو بيرفع إيه الكف بتاعه عشان يأكل سمك. It's a hot day. النهاردة الجو حر. We need to turn on the air. هنشغل إيه عشان الجو حر؟ الباص، الأوتوبيس، الفان الشاحنة، الفان المروحة، ولا الفن المرح والمتعة؟ لا إحنا هنشغل بقى الفان المروحة عشان الجو حر. Is a small bird. طائر صغير. It's flying in the sky. بيطير في السماء. عايز أقول ذلك طائر صغير بيطير في السماء. عايزة ذلك للإيه للمفرد البعيد. طب هنا زيس للجمع القريب. هقول للجمع القريب ذات يعني ذلك أو تلك للإيه للمفرد القريب. زوس للجمع البعيد بمعنى أولئك. وزان يعني بقى بنجيبها في المقارنات. زان بتيجي بمعنى من في المقارنات، أطول من أقصر من. طب هنا بقى أنا عايز أقول ذلك الطائر يعني البعيد بيطير في السماء، يبقى ذات عشان مفرد وإيه وبعيد. طيب كاملز الجمال لارج فلات فيت. الجمال لديها أقدام مسطحة وإيه وكبيرة. طيب عايز أقول الجمال عندها، يبقى نقول كاملز هاف. read and complete. اقرأ وأكمل. هنكمل باستخدام encourages يعني يشجع. patient صبور. surprising مدهش. وي موست يعني الاكثر، بتيجي معنا معظم برضو. طيب مستر هاني الاستاذ هاني is my English teacher. هو مدرس اللغه الانجليزيه بتاعي. I like him very much. انا بحبه جدا. He is very هو ايه جدا، هو صبور جدا. very patient. A patient اول واحده بمعنى صبور. هو صبور جدا. He asks to be good at English. هو بيشجعنا عشان نبقى جيدين في اللغة الإنجليزية. يشجع يعني encourages. I want to be a teacher. أريد أن أصبح مدرس like Mr. هاني زي الأستاذ هاني. I think أعتقد it's the important job in the world. أعتقد إنها المهنة الأكثر أهمية في العالم. عشان هو المدرس يعني بيشوف إن هو طبعا بيعلم أجيال، فهو من أفضل الوظائف في العالم. طب الأكثر أهمية، الوظيفة الأكثر أهمية اسمها the most important job. يبقى هنا هنكتب most in the world في العالم. read and match. اقرأ وصل. a plumber السباك. connects the pipes and faucets. بيوصل المواسير والحنفيات. number one هنوصلها ب. number two never put anything. لا تضع ابدا اي شيء into the socket. ما تحطش اي شيء في المقبس او البريزه بتاعت الكهرباء. يبقى number two بدي. do you like. هل انت بتحب. helping people مساعده الناس. number three بأي. these mechanics الميكانيكيين دول work in the repair shop. بيعملوا في ورشه الاصلاح. number four هنوصلها في سي. الصفحة قدامها 255 255. read the text. اقرأ النص أو قطعة and answer the questions. وأجيب على الأسئلة. my name is مازن. أنا اسمي مازن. my father is an electrician. بابا كهربائي. it's a great thing. ده شيء عظيم to be an electrician إن أنت تبقى كهربائي. his work شغله is very tiring. متعب جدا. but he is happy. لكن هو سعيد. happy طبعا ناقصة بي بس هنا. هو عشان فيها دبل بي. لكن هو happy سعيد. when he helps people لما يساعد الناس. fix their lights في إصلاح الأضواء بتاعتهم. and watch TV ويشاهد إن هم شاهدوا التلفزيون. he earns هو بيكسب enough money مال كافي to live well عشان يعيش بشكل جيد. on the other hand على الجانب الآخر his job وظيفته is very dangerous خطيرة جدا. and needs ومحتاج a special skill مهارة خاصة. he always advises me هو دايما بينصحني not to touch anything ان انا ما المس اي شيء electrical كهربي with wet hands بايدي مبتله. اول سؤال بيقول لك the electrician's work شغل الكهربائي او عمل الكهربائي is ايه. طبعا tiring متعب. هنا easy سهل. happy سعيد. bad سيء. لا متعب tiring. my father earns money to live well. بابا بيكسب مال كافي يعني عشان نعيش بإيه حياة أو يعني حياة جيدة يعني. طيب يبقى نقول earns enough money إيه بيكسب مال كافي to live well. هنا قالت كثير little قليل إني أي. لا هو زي ما هو قال بيكسب إيه enough money زي ما هو قال في القدم.
What is the electrician's advice؟ ايه نصيحة الكهربائي؟ طبعا هو قال لنا ان احنا ايه، بص كده اهو، قال دايما بينصحنا يعني not to touch anything electrical with hands، ان احنا ما نلمس اي حاجة كهربائية وايدينا مبتلة. يبقى دي نمبر ايه، اجابة نمبر 3. اوكي، من اول ايه، من اول نوت. ممكن ايه، هي advises us not to، ونقول الجملة بينصحنا ان احنا ما نلمس حاجة ايه وايدينا مبلولة يعني. Why does the electrician need a special skill؟ ليه الكهربائي محتاج مهارة خاصة؟ عشان الوظيفة بتاعته خطر، تمام؟ فاحنا هنقول هنا ممكن نجيبها من القطعة. طيب هنقول because، بسبب، طبعا بسألك why بتجاوب because او to، بسبب او لكي. because اهو هنجيبها بقى فين هي الخطر اهي، because his job، his job is very dangerous and needs special skill. أو هو بقى، احنا هنكتب بقى because his job is very dangerous. بس هو بيقول لك ليه الكهربائي بيحتاج مهارة خاصة، عشان وظيفته خطرة جدا. طبعا التعامل مع الكهرباء شيء خطر، لازم يكون حد دارس ومتدرب كتير على ايه الكهرباء عشان يعرف يتعامل معاها. بعد كده عندنا سؤال الترتيب. درايفر مي تيكس تو ا باس سكول، يعني سائق الاتوبيس بياخدني للمدرسه. بنقول ا باس درايفر تيكس مي تو سكول. Can see lightning we of a flash، يعني نستطيع أن نرى وميض من البرق. We can see a flash of lightning. طيب job which there is difficult most، إيه هي الوظيفة الأكثر صعوبة؟ Which is the most difficult job، يعني ايه هي الوظيفة الاكثر صعوبة. سؤال علامات الترقيم. I need to repair my bedroom، اريد ان اصلح غرفة نومي. I او الحرف capital، وفي الاخر احط full stop نقطة عشان دي جملة خبرية. Write a paragraph، اكتب فقرة إنشائية عن tomatoes الطماطم، وهنا بيقول لك grow بتنمو وseeds بذور. We grow tomatoes، احنا بنزرع طماطم in our garden في حديقة منزلنا. We planted seeds، زرعنا بذور and the plants والنباتات grew نمت. We water it every day، بنرويها كل يوم. Tomatoes الطماطم are green، بيبقى لونها أخضر before they red، قبل ما يبقى لونها أحمر. Tomatoes الطماطم are very healthy، صحية جدا. آخر امتحان معانا النهاردة محافظة الشرقية، page 256 صفحة 256. listen and write true or false، استمع واكتب صح أم خطأ. There are some animals in our country، يوجد بعض الحيوانات في بلدنا. Crocodiles التماسيح are huge، ضخمة and scary ومخيفة. Spiders العناكب are very helpful، مفيدة جدا. They eat insects، بيأكلوا حشرات. Birds طيور and lizards وسحالي. Snakes are dangerous، الثعابين خطرة. طب أول حاجة بقولك crocodiles التماسيح are small، صغيرة. لا false، خطأ. دي huge، ضخمة. Spiders العناكب are very helpful، مفيدين جدا. أيوة true، صحيح. طيب snakes الثعابين and crocodiles والتماسيح are dangerous، خطرين. أو true، صح خطرين. Crocodiles التماسيح eat insects، بتاكل حشرات. Birds طيور and lizards وسحالي. أيوة true، الكلام ده صحيح. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Where A you live، أين تعيش، اسمها where do you live. Horses الخيول، الحصينة يعني. Are A animals، حيوانات A. They can carry heavy things، بيستطيعوا حمل الأشياء الثقيلة. يبقى هم A weak، ضعفاء. strong أقوياء. bad سيئين. tall طوال. لأ احنا عايزين نقول ايه، الحصينة حيوانات strong قوية عشان بتحمل أشياء ثقيلة. مستر إبراهيم، الأستاذ إبراهيم his house yellow،
يعني اعاد دهان بيته باللون الاصفر. اسمها ايه بقى يعيد دهان؟ هنا ريكليند اعاد تنظيف، ريبينتد اعاد دهان، ريبلانتد اعاد زراعه، وريدو اعاد فعل او كتابه، يعني اعاد فعل الواجب اسمها ريدو ماي هوم ورك. تمام، ريدو يعني يعيد فعل. طب انا عايز اقول اعاد دهن اسمها ريبينتد، دهن بيته باللون الاصفر. These my father's tools، دي أدوات بابايا، والtools جمع، بقول these are my father's tools. Read and complete، اقرأ وأكمل. هنكمل باستخدام biggest يعني الأكبر، Nile النيل، نهر النيل، family أسرة، و fastest الأسرع. وبيقول لك my friend صالح، صديقي صالح، lives in a village، بيعيش في قرية. it's next to the a، يعني هي next to the a يعني بجوار ايه؟ بجوار هنا المكان الوحيد النايل، بجوار النيل، يبقى نكتب هنا نايل. he lives with his small، عايش مع small ايه؟ small family، اسرته الصغيرة. he has a brother، معاه اخ، and a sister، واخت. He lives in a house، هو بيعيش في بيت. It is the A house in the village، هو أكبر بيت في المدينة. مش معقول هو أسرع بيت، لا، هو أكبر بيت في المدينة، يبقى هنختار biggest. البيت بتاعه هو أكبر بيت في القرية، in the village، أكبر بيت في القرية. صالح is a good boy، صالح ولد طيب. He helps his mom، بيساعد مامته، يبقى أول حاجة نايل، التانية family، والتالتة biggest. Read and match، اقرأ وصل. I want to play، أريد أن ألعب football with you، عايز ألعب معك كرة قدم، يبقى number one هنوصلها بدي. Number two، camels have، الجمال لديها large flat feet، يعني أقدام كبيرة ومسطحة، يبقى number two هنوصلها بإيه. A builder، عامل البناء، builds، بيبني، the houses، المنازل، يبقى number three بسي. We buy food، نحن نشتري الطعام، from the supermarket، من السوبر ماركت، number 4 بي. 4 بي. آخر صفحة معانا النهاردة 257. read the text، اقرأ النص، and answer the questions، وأجب على الأسئلة. وليد lives in a big house، وليد عايش في بيت كبير، with his family، مع أسرته. There is a big garden، في حديقة منزل كبيرة، in the house، في البيت. In the garden، في الحديقة، his grandpa، جده، grows، بيزرع، many different kinds of vegetables، الكثير من أنواع الخضروات المختلفة، and fruits، والفواكه. he grows، بيزرع، tomatoes، طماطم، carrots، جزر، and onions، وبصل. وليد's favorite healthy food، طعام وليد المفضل، is mango، هو المانجا. he likes to eat it، بيحب ياكلها، and use it، ويستخدمها to make delicious juice، عشان يعمل عصير لذيذ. وليد likes chocolate، وليد بيحب الشوكولاتة too أيضا. he knows، هو يعلم، it's unhealthy، إنها غير صحية، but he thinks it's okay، لكن يعني هو بيعتقد إن الأمر إيه، يبدو على ما يرام، يعني الأمر ماشي شغال، يعني كويس، يأكل مش مشكلة، القليل من الشوكولاتة مش هتضر يعني. طيب أول سؤال بيقول لك وليد lives in a A، وليد عايش فين؟ عايش زي ما قلنا في A، في big house، في house، نعم، فارم، مزرعة، garden، حديقة منزل، وتنت، خيمة، أو عايش في house. وليد likes A but he knows it's unhealthy، وليد بيحب A بس هو عارف إنها حاجة غير صحية، اللي بيحب الشوكولات، الشوكولاتة، هنا كولا، المشروبات الغازية يعني، ومانجو، وهاني، عسل، لا احنا عايزين الشوكولات عشان هو بيحب الشوكولاته، رغم ان هو عارف انها غير صحيه، مش بيكتر منها بقى. طيب is there a big garden in the house، هل يوجد حديقه كبيره في المنزل؟ اه يس يس، نقول بقى there is، وممكن برضو تقول يس وتقول دي، تقول there is a big garden in the house، يعني ممكن تقول yes دي وتكتب دي، مفيش مشاكل يعني، وممكن تقول على طول yes there is، اه في. طب what's وليد's favorite health food، طعام وليد الصحي المفضل ايه؟ اهو تعالوا نجيبها بقى من الفقره، هو بيحب المانجو زي ما قلنا، اي وليد's favorite healthy food is mango، يبقى دي نمبر ايه؟ 4، بيحب ايه؟ المانجو. سؤال الترتيب biggest is the elephant،
the animal يعني عايزين نقول ايه الفيل اكبر حيوان يبقى نقول the elephant is the biggest animal الفيل اكبر حيوان. In Egypt sugar cane we grow يعني نحن نزرع قصب السكر في مصر نقول we grow sugar cane in Egypt. طيب and leaves plants ريم gazelles eat يعني غزلان الريم بتاكل اوراق شجر ونباتات يبقى نقول ريم gazelles eat leaves and plants غزلان الريم بتاكل اوراق شجر ونباتات. Punctuate the following ده علامات الترقيم للآتي Egyptian farmers produce many things يعني الفلاحين المصريين بينتجوا الكثير من الأشياء Egyptian أو الحرف capital وفي الآخر هنحط full stop بنقطة عشان دي جملة خبرية. طبعا في الامتحان بكتب الجملة كاملة وبحط شرطة تحت اللي أنا غيرته okay؟ آخر سؤال بيقولك write a paragraph اكتب فقرة إنشائية عن the jobs around us يعني الوظائف حولنا وبيديك سؤالين يساعدوك في كتابة الجمل زي What are different jobs around us؟ ما هي الوظائف المختلفة حولنا؟ والسؤال الثاني What's your favorite job؟ بيسألك بقى ايه هي وظيفتك المفضلة؟ There are many jobs around us يوجد الكثير من الوظائف حولنا Doctors الأطباء Teachers المدرسين Electricians الكهربائيين Mail careers سعاة البريد Bus drivers سائق الأوتوبيس And mechanics والميكانيكيين. My favorite job وظيفتي المفضلة is a doctor هي وظيفة الطبيب because he helps عشان هو بيساعد sick people المرضى to be well عشان يصبحوا بصحة جيدة. خلصنا سيشن النهاردة انتظروني في حل باقي المحافظات ان شاء الله مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.